اليوم في المملكة 36% من المواعيد الصحية والاستشارات تقدم عن بعد من خلال المواعيد والعيادات الاستشارية التابعة لوزارة الصحة. بالإضافة لذلك استطعنا تقليل مدة العمليات الجراحية ب30% من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستطعنا تقليل وقت التدخل لإنقاذ السكتات الدماغية من 105 دقائق إلى 29 دقيقة فقط من خلال المستشفيات المرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي.